عسكرتها ولا حاكم عسكرتها ولا حاكم عسكرتها والضريبة فرضتها والضريبة فرضتها والضريبة فرضتها باللجنة الحاصلة باللجنة الحاصلة هذا قانون المالية لسنة 2023 يريد أن يمنح للدولة مداخيل مالية على دخول لم يتم تحصيلها بعد، كيف رد على أصحاب المهن الحرة أداء وخاصة المحامون أداء واحد التسويقات على دخول افتراضية، افترض اننا نمشيو نحطوا مبلغ ديال 300 درهم في المرحله الابتدائيه، مرحله 400 درهم في مرحله الاستئناف، امام محكمه الضغط 500 درهم، وستتم مراجعه هذه المبالغ عند نهايه السنه الضريبيه. الاصل هو ان يكون تحديد الوعاء الضريبي بناء على دخل حقيقي، والمحامي لا يتهرب من هذه المسألة، بخلاف ما يتم الترويج له أن السادة المحامون لا يريدون وأنهم ضد الضريب وكذا. نحن لدينا مشكلة أساسية في مسألة تحديد الوعاء الضريبي وليس في فرض الضريبة. المحامي خلال هذه السنوات يؤدي الضريبة والإدارة الضريبية على علم بهذا الأمر. المشكل الذي استجد هو طريقة تحديد الوعاء الضريبي والمقدار ديالو والطريقة ديال الاستخلاص ديالو في البداية دون أن يجني المحامي هذا الدخل. وهذه المسألة هذه عندما يخرج المحامي فهو يخرج من أجل المواطن بجميع مستوياته الاجتماعية، ليس المواطن البسيط كذا. الحق للولوج إلى القضاء وإلى العدالة حق مكفول للجميع، وكان بإمكان المحامي أن يظل في مكتبه وعندما يأتي الموكل ويطلب منه أن ينوب عنه في ملف من الملفات أن ينقل العبء ديال المصاريف بما فيها الضريبة باعتماد على تقنية نقل العبء الضريبي اللي كيعملوا بها الشركات وأي كاع الأطراف الملزمين بالضريبة، تقنية نقل العبء الضريبي، وملي يجي الموكل للمكتب نقلوا ليه كل شيء. ولكن سنصطدم بمبدأ أساسي من مبادئ التنظيم القضائي اللي من نهار بدات العدالة في المغرب وهو كاين مبدأ مجانية القضاء أو مجانية الوجوء إلى القضاء، الآن أصبحت مهددة لأننا إن فرضنا هذه المبالغ المبالغ فيها على المواطن وليس على المحامي سنجعل حق اللجوء إلى القضاء مقصورا على فئة اجتماعية معينة، وهذا لا يمكن أن يقبل به عاقل ولا يمكن أن يقبل به دستور ولا يمكن أن يقبل به قانون. المسألة الثانية التي جعلت المحامين يخرجون إلى النضال ليست قانون المالية لوحده، هناك أيضا قانون مهنة المحاماة مشروع الآن مسودة، قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية. قد يعتقد البعض أن قانون مهنة المحاماة يعني المحامي فقط، لا، قانون مهنة المحاماة ينظم علاقة المحامي بمؤسساته، نعم، قانون مهنة المحاماة ينظم علاقة المحامي بالمؤسسات القضائية، قانون مهنة المحاماة ينظم علاقة المحامي بالموكل، بحقوق الموكل وبحقوق المحامي ومن الجهة التي لها الاختصاص للبت في مثل هذه المنازعات. إذن هو من حيث لا يدري المواطن هو قانون أيضا يهمه ويهم العديد من الأطراف. قانون المسطرة المدنية الذي جاء وقت من أجل تعديله ومطالبات كبيرة من أجل تعديله جاء ليقلص من دور المحامي في هذا القانون وفي الاختصاصات التي يزاولها المحامي من خلال هذا القانون. لو طبقنا قاعدة بسيطة وبالعقل البسيط وبالمنطق، المحامي هو أعلم الناس بالقوانين وبمساطيرها. الأصل أن يتم توسيع الاختصاصات لا أن يتم التقليص منها، بل الأكثر من ذلك أن اختصاصات كانت حكرا أصيلا على المحامون يريد أن يتم تفويتها لقطاعات أخرى، ونحن ليست لدينا أي مشاكل مع قطاعات أخرى. فكما هم يطالبون أن لا يقترب المحامي اختصاصهم، نحن أيضا نطالب بأن لا يتم الاعتداء على اختصاصات المحامي، ولا أدل على ذلك من رفع الاختصاص القيمي للجوء إلى القضاء بواسطة محامي. المحامي كان يطالب بإجبارية المحامي في كافة المساطر وليس في مساطر معينة، لا لشيء إلا لأنه هو أعلم الناس وأنه يبغي من وراء ذلك ليس الربح، لأن المحاماة رسالة وليست تجارة، وإنما يبغي من ذلك أن يتم حماية المواطن، حماية حق المواطن من قبل رجل مؤهل
قانونا وتكوينا لحماية حقه. أيضا مشروع قانون المسطرة الجنائية هو قانون البريء والمحاماة وكافة الحقوق ينادلون من أجل تعديل هذا القانون والإتيان بمقتضيات جنائية تكرس هذا المقتضى الدستوري، أي أن القرينة البراءة الآن يتم التراجع عن ذلك بمقتضيات أخرى، ولا يمكن بتاتا أن نناقش هذه القوانين لأنها لم توضع بطريقة تشاركية. ومن مصلحة المواطن أن يشارك المحامي في مناقشة هذه القوانين، لأنه كان على مر التاريخ هو من يقوم بمناقشة كل قوانين، كل قوانين هو الذي له دراية حتى بصياغتها وطريقة وضعها. وبالتالي ندعو الجهات المسؤولة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ونبدأ سياسة الهروب إلى الأمام، لأن هذا الأمر يعني المواطن بصفة أولى وأخيرة، ومسألة أساسية يجب أن ينتبه إليها الجميع، هو أن المسؤولين في هذا البلد يتجهون وعلى رأسهم قائد البلاد، نتجه نحو تقوية الجبهة الداخلية، فبلدنا الحبيب في غنى عن مثل هذه المهاترات التي تتم من قبل أناس ليس لهم دراية بخصوصية مهنة المحاماة وبالواقع المعيشي للمواطن. رسالة موجهة ليهمه الأمر، نتمنى أن يتم التقاطها. أما المحامي فلا يمكن أن يشكل تهديدا ولا خطرا، ولا يمكن أن يكون مدافعا عن حقه لوحده.